سماع الميت لكلام الأحياء هذا ورد فيه الحديث الصحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في وقعة بدر لما انتهت الوقعة وسحب جيف قتل قريش وألقاهم في الركية البئر من غد أو بعد غد، وقف على الشفيرة وقال: يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال له عمر رضي الله عنه: ما تنادي يا رسول الله من أناس جيفوا صاروا جيف؟ قال: ما أنتم لأسمع مما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الجواب. فالميت يسمع كلام الحي لكنه لا يستطيع أن يجيب ولا أن يخبر. في بعض الأحياء الأحوال يمكن الإنسان يرى رؤيا، الله أعلم هل هي روح الميت أو روح أو قرينه يخبر الحي بشيء ما، لكن لا يصح أن يعتمد الإنسان هذه الأخبار، يجعلها خبرا من مبلغ